مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الدورة 40، باسم الفنانة نيليلي. ومن جانب مبدعي الثغر نستمع إلى كلمة الفنان، نستمع إلى كلمة الفنان القدير ونستمتع بها أيضا، الجنرال علي الجنجي، ومحدثت باسم مبدعي الإسكندرية. فات كويسة. مساء الخير. اسمحوا لي أولا أن أنا أوضح من النقاط ما يخص مهرجان الإسكندرية السينمائي الذي نحن لاعبون بالضروره. كان لنا وجهه نظر في مهرجان الاسكندريه السينمائي، وهو بهدف دعم هذا المهرجان ووضعه بشكل اقوى على خريطه البحر المتوسط، ويكمن المنطق الرئيسي في كل هذا هو ان يكون دور السكندريين دور رئيسي في المهرجان. السينمائيون السكندريون الذين لا يخوضون معاركهم للمشكلة، يعني الفنانين عندنا في اسكندرية، في فنانين في مثقفين، لكن ما فيش حركة ثقافية تجمع الناس دي ويبقى لها قرار قوة ضغط وقوة قرار. نحن مع مهرجان الاسكندرية السينمائي كاملا، لكن ما نأخذه قد أعتقد يعني أن هناك يعني منعطفات لا نعلمها، لكن الذي نعلمه أن السينمائيين في الإسكندرية لا يأخذون هذه المعركة على لأنهم مشتتين زي أي نشاط عندنا في الإسكندرية، مشتت كل واحد ما بيشتغل يساوي، ما فيش يعني إطار. كل ما نرجوه أن هذا الإسكندرية، أن هذا المهرجان الذي يحمل اسم الإسكندرية أن يكون أصلاً قوامه الأساسي السكندريون بخبرة قاهرية، السكندريون بخبرة قاهرية. ونحن لا نصل على إدارة المهرجان على الإطلاق كيف يتأتى هذا، لكن هنجعله يعني مطلب في قمة أجندة المهرجان. مهرجان الإسكندرية السينمائي نأمل أن يصنع في الإسكندرية بخبرة قاهرية، وأن يكون حضور السكندريين في التنظيم، بالتنظيم حضور واضح وفعال. لكن كل ما سبق وأنا اتكلمت قبل كده مع يعني صديقي العزيزين، يعني سمير شحاتة أو سمير فرج، أو سمير فرج أهو يعني صديقي العزيز، سمير ده من أنبل الشخصيات اللي الواحد ممكن يعرفها في حياته، يعني الواحد إنه مدير تصوير كبير جدا، لكن سمير فرج من النبل والوطنية والصدق والشرف، يعني ما مش أنا بس أعتز بيه، أنا علاقتي بسمير تتجاوز 40 سنة، تتجاوز يعني من بداية التمثيل 37 عشان تكسب. فأولا الإسكندرية فيها فنانين كبار جدا للأسف، يعني لا تسلط عليهم الأضواء إلا في القاهرة المركزية، لدرجة إن إحنا أنا شخصيا أعتقد إن الجنة والنار هتبقى في القاهرة، يعني معرفش إيه، إحنا مش ضد القاهرة، لكن الإسكندرية هي المصدر. كل من أثر في أي يعني اتجاه فني من الإسكندرية، أقوى الفنانين في كافة المجالات سكندريون. كل ما نأمله
استاذ امير اباظه موجود، وانا هقول بالنسبه للتكريم مساله خاصه بي. نامل من الاستاذ امير اباظه هو كاتب وناقد محترم، واحنا في صف هذا المهرجان ان يضع في اعتباره من دلوقتي ان المهرجان القادم يبقى سكندريين فيه اساسيين، وانا اراهن انهم سيدفعوا بهذا المهرجان الى افاق يعني اكثر رحابه واكثر عمق واكثر فعاليه. ان لم يكن السكندريون بيخوضوا معارككم احنا هنخوض معارككم، وفي الاخر انسحب زي ما اسسنا في الاستمرار المسرحيه او الحسن الاعلامي، وقالوا لنا امسكوا قفلوا اسف احنا دورنا انتهى، المسرحيين هم يتولوا قضاياهم. انا احنا بنتكلم دلوقتي عن السينمائيين السكندريين بشتى مدارسهم، افلام قصيره، افلام تسجيليه، افلام تاريخيه، افلام طويله، يعني هما بقى ياخذوا معركتهم مع يعني توم اتس بيج كونسيرت، واحنا خلاص احنا عملنا اللي علينا ونراقب من الخارج، دورنا ما انتهاش، لكن مش هنبقى انفولفد في المساله، احنا ما بنتكلمش عشان نبقى في اللجنه اللي هتعمل المهرجان وتنظم اطلاقا، انا اول واحد ارفض. انا دوري يبدا من التحريض نحو الفعل اللي فيه مصلحه فن الوطن. فن الوطن مش لازم نبقى في الصوره ونبقى متصورين ونبقى بالكاميرات بتلحقنا، لا احنا بره. احنا بنشتغل في كتيبة هدفها ان مصر يا اخوانا مصر فيها القاهرة وفيها اسكندرية وفيها كل ده، ان احنا نرد الاعتبار الى الفن المصري ونرد الاعتبار الى الاسكندرية. اسكندرية ظلمت كثيرا واهلها ظلموها اكتر، لانهم يعني تراخوا امام سطوة المركزية القاهرية ما واجهوهاش، بالعكس هما كانوا يخطبون ود القاهره، ما بنخطبش ود القاهره لما تعوزنا تجينا، ده ما بيحصل معانا. القاهره لما تعوزنا تجينا، اما الذين يأملون انهم ياخدوا دورهم من القاهره، دول احنا ما نعرفهمش. اي حد كان في اسكندريه وقعد في القاهره وسحب ايده من انه وقف في كتيبه الاسكندريه التي ترد اعتبارها، لا ما يلزمناش. احنا عايزين المقيمين عندنا والسكندريين اللي في القاهره اللي لسه رجليهم هنا في الرمله، لسه وايديهم هنا. احنا مش ضد ان الفنانين يروحوا اسكندريه يروحوا القاهره اطلاقا، لكن ما ينسحبوش. هناك من ذهب الى القاهره ونسى انه سكندري ونسى قضاياه، وهو بيحن الاوجة عندي، هو مفيش حد بيبيع القضية بس كان هو اصلا متخلي عنها. فعشان ما قطعش اكتر من كده، اولا بالنسبة لتكريم انا ما برفضوش، لكن انا كرمت خلاص، يعني مش هاخد حاجات مادية. ان دعوة الصديق العزيز استاذ امير اباظه وتزكية صديق عمري دكتور سمير فرج، هذا هو التكريم. مفيش مقابل تاني، مش هاخد بتاع من دي ولا شهاده ولا حد يطلق اسمي، ده تكريم ان امير اباظه يبعت لي عشان يسمع وجهه نظر السكندريين، هذا هو التكريم وقد انتهى دوري في التكريم، وارجوكم ما حدش ينده على اسمي عشان استلم حاجه، مش هستلم. انا ارحب بالتكريم واقدره تماما، لكنني اعتذر لانني قد كرمت. انا وجودي على هذه المنصه هو تكريم من السكندريين ومن المهرجان، وخاصه ان يعني في وجود سمير فرج الكبير وخطاب الكاتب والناقد المحترم استاذ جميل اباظه، ده تكريم. فلا احد ينده على اسمي ولا يديني شهاده ولا يديني اي حاجه، انا خلاص انا كرمت. انا عشان اتكلم هنا بدعوه من رئيس المهرجان
مباشرة، وأنا لم أسعى إليه، وأنا طول عمري بهاجم المهرجان عشان أدفعه لقدامي منفردا، ولا في حد من السينمائيين ولا حد، ولا أنا أحب أكون المعارف سوليست. اللي عايز يجي معايا أهلا وسهلا، عايز يجي له كامل الاحترام وتقدير ظروفه، وتقدير ظروفه. مش هنقول أدل الحرص أعناق الرجال إمام علي كرم الله وجهه، لكن هنقول إن في ظروف إحنا ما نعرفهاش، إحنا ما نعرفهاش. هذا تكريم، وقد كرمت فعلا، وإن أنا يعني السكندريين كرموني، وخطاب الأستاذ أمير أبابة ووجود سمير فرج اسمه على المهرجان ده شيء يكفيني، ومش عايز أكتر من ان يوضع في الاعتبار ان مهرجان الاسكندريه يبقى حقيقي مهرجان سكندري في الاسكندريه، مش مهرجان قاهري في الاسكندريه، اي يصنع في الاسكندريه. قاهريين يجوا اسكندريه هنا، يجوا اسكندريه هنا، وانا قاعد شوفوا الدعم اللي هيحصل لهذا المهرجان حينما يرد للسكندريين حقهم على الاقل الجغرافي، على الاقل الجغرافي، على الاقل. انا كنت اامل ان هذا المهرجان، هذه الندوه تتعامل في عصر الابداع مثلا، لكن انا اعرف ما يربيه الاستاذ امير اغاظه من عدم تعاون وعدم دعم السكندريين في هذه الحاله من دلوقتي للمهرجان الجاي، هم اللي هيطالبوا بهذا الدعم ودفع المهرجان لأنه يحمل اسم الإسكندرية إلى ما يجب أن يكون. أعتقد أن قلت كثير أوي. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ علي بندي. أنا بس ما لازم أسمع البندي اللي يجهز وده علي الجندي هو انا ما اقدرش اقول كلام على حضرتك قلته. محمد الجندي، استاذ محمد استنى. اه والله بص على اللي حضرتك، حاضر عشان انت محلفني ما اتكلمش. وانا وجود محمد السماحي، وجود محمد السماحي في هذه المنظومه ده دعم ودفع وقوه للسكندريين. محمد السماحي ده نبيل من النبلاء وطاقة عظيمة جدا، حاجة عظيمة جدا، يعني يا بخت المهرجان بمحمد السماحي.